كوكو بسكوت ليه يعني؟ يعني دعوتنا عليه اول حاجه، ثاني حاجه محل نضيف قوي، ثالث حاجه واخد بالك يعني لما تيجي تحسبه هتلاقيه اقل من تكاليفه من بره والكلام ده، وحاجه نضيفه وحاجه متناول البسيط يعني يقدر اي حد ان هو يجيبه. هو الاسم كاني ولا ماني ولا لو نزلت في اي محل هتجيب زيه زي اي حد يعني. كل الافرنجي عندك كم اولادك قد ايه؟ انا عندي واد وبنت، ربنا يخليهم لك. عندي واد وبنت كل سنه وانت طيب. طيب.